صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1441 هجرية. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يعلن يوم السبت 12 من شهر ربيع الأول 1441 للهجرة الموافق 9 نوفمبر 2019 عطلة رسمية لوزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها، وحيث أن هذه العطلة تصادف يوم عطلة أسبوعية يعوض عنها بالتعطيل يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019.